لبنان في الحقيقة النهاردة الأوضاع تطورت بشكل كبير، نشبت اشتباكات عنيفة ما بين قوات الأمن والمحتجين اللبنانيين. هذه الاشتباكات اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في محيط مجلس النواب أسفرت عن وقوع عشرات المصابين. وفقا للبيانات الرسمية سقط ما يقرب من 75 من المصابين جراء الاحتجاجات. المتظاهرون كتبوا شعارات ثورية، نددوا بالسياسة المالية، طالبوا برحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكا شائكة عند مداخل مجلس النواب. عندنا طبعا تفاصيل كثيرة عن المشهد اللبناني، لكن عندنا قراءة لما يحدث الآن عبر هذا الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير. مساء الخير، برحب بحضرتك طبعا وبوجودك معنا في البرنامج، وببدأ معاك بقراءتك للتطورات اللي شهدها لبنان اليوم تحديدا، والمشهد اللي كنت يعني بحكي تفاصيله الآن الخاص بالاشتباكات ما بين قوات الأمن والمتظاهرين. الواقع أن الأمر الذي بدأ منذ 3 أشهر وما زال مستمرا نظرا لعدم استجابة المسؤولين التجاوب مع هذه الحركة الانتفاضية التي كانت تطالب باستقالة الحكومة وهي قد استقالت، وبعد ذلك كان هناك تلف في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وكانت هناك مخالفات للدستور اللبناني في هذا التلك والتريث في إجراء الاستشارة النيابية. في النهاية جرى تكليف الدكتور حسان دياب من أجل تأليف الحكومة، ولكن في رفض برضو، في هناك تلك في تأليف الحكومة التي طالب بها شباب الانتفاضة بأن يصار إلى تأليف حكومة من اختصاصيين مستقلين، ولكن الذي يجري حاليا هو تقاسم من جديد، ولكن عبر ممثلي رؤساء الأحزاب الطائفية والمذهبية دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن. صحيح. وبالتالي الذي يجري هو تعبير عن الغضب الذي يستوعب شباب الانتفاضة، لكن ما يجري يبدو أن هناك عناصر تندس مع شباب الانتفاضة بتحاول أن تحرف الانتباه عن تأليف الحكومة، وأيضا عن السير في المطالب التي يطالب بها المتظاهرين في تأليف الحكومة المستقلين، وهذا أمر يجب أن يصار إلى القيام به في أسرع وقت ممكن. الذي يجري الآن هو محاولة وصم هذه الانتفاضة بالعنف الذي يجري، وهذا أمر مرفوض. المطلوب أول شيء أن شباب الانتفاضة يحاولون أن يميزوا أنفسهم عن أولئك الذين يندسون في صفوفهم، ومن جهة ثانية المطلوب من القوات الحكومية إن كان من الجيش أو الأمن الداخلي أن يعامل المتظاهرين بطريقة تحافظ على سلميتهم. بطريقة أكثر انضباطاً. طيب حضرتك النهاردة يعني المشهد طال المستشفيات، وكان في وقفات احتجاجية من الأطباء للأوضاع الصعبة داخل المستشفيات، بنتحدث منذ لحظات عن الاشتباكات. متوقع يا فندم في الفترة القادمة، الأيام القليلة القادمة، الموضوع الذي يحل المشكلة هو المسارعة في تأليف الحكومة بحسان دياب؟ الآن هو الشخص المكلف، المطلوب منه أن يلتزم بالمطالب التي تقدم بها شباب الانتفاضة والتي يؤيدها قسم كبير من اللبنانيين، ولكن هذا الأمر يجب أن يصار إلى الالتزام بفكرة تأليف حكومة من المستقلين لكي تتفرغ الحكومة بعد ذلك لمعالجة المشكلات الكبرى التي تراكمت على مدى هذه الفترة الطويلة.
المطلوب الآن هو العودة إلى المعالجات السلمية وليس من خلال أعمال العنف التي يرتكبها هؤلاء المندسون في صفوف الانتفاضة. نأمل أن يعني يشهد لبنان الاستقرار والشارع اللبناني يتم تحقيق مطالبه. شكرا جزيلا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، شكرا على وجودك معنا وهذه القراءة في المشهد اللبناني.